الهيئة اللي أنا بشتغل فيها رفضوا يدوني إجازة، قالوا لي لو عايزة تنزلي مصر ننهي عقدك معاه. وانتي رأيك ايه؟ هي فؤاد ما أقدرش ألاقي شغل زي شغلي ده فين في مصر، وبعدين ما تنساش إنهم واقفين جنبي في اللي حصل لي ده، بيعالجوني على حساب. انا كنت متصور انك انتي هترجعي معايا، انا مش مطمن ابدا لوجودك لوحدك. يو يا فؤاد، ما انا طول عمري لوحدي، خلاص بقى اتعودت على كده. المشيرة كانت متوقعة برضو انك انتي ترجعي معايا، انا بتصل بيها كل يوم. يا فؤاد، مشيرة ظروفها صعبة، انت معرفتش اللي حصل لنهى؟ انا عارف، لما اتصلت بيها وعرفت اللي حصل لنهى حسيت قد ايه ان شوشو محتاجالي. بهجت زي ما انتي عارفة قاعد في القاهرة، ولما مشيرة اتصلت بيه وقالت له قال لها هو ده اللي انا كنت متوقعه. الانسان في الوقت ده محتاج للحب للحنان. وانت بقى اللي هتعوضها عن الحب والحنان؟ اخر مرة كلمتني قالت لي ان هي خلاص مش هتقدر تعيش مع بهجت. انا كنت عارف يا بهيرة ان ده هيحصل من زمان. ايوه سيادة المستشار، يا اهلا. اظن انت متصارب يا حامد ان انا جاي ازورك في البيت. يا بيه ده شرف كبير ليا. اتفضل سعادتك، اتفضل. يا اهلا يا اهلا، انت نورتني سعادتك. يا اهلا وسهلا، اهلا سعادة الباشا. حامد انا جاي اتكلم معاك كلمتين وارجو انك ما تخذلنيش فيهم. انا اخذلك يا سيادة المستشار؟ ده انا تحت امرك، ده انت لو طلبت عينيا اديهم لك. قول لجلال ابنك يطلع الست اللي اتجوزها على نهى بنتي، ويرجع يا سيدي يعيش معانا في الفيلا تاني وعفى الله عما سلف. حاضر يا سعاده البيه، حاضر هقول. يا حامد انا جاي النهارده اكلمك بصفتي اب بيكلم اب. انسى يا سيدي الفوارق اللي بينا، انا كل اللي يهمني ان انا انقذ بنتي، ويا ريتك تساعدني على انقاذها. يا بيه ده انا تحت امرك، انا تحت امرك يا سعاده المستشار. وان كان الولد ده غلط غصب عني سامحني يا بيه، سامحني. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا راجل. سامحني يا سياده المستشار، انا ما عرفتش اربي الولد ده، والله ما عرفت اربيه، ما عرفتش اربيه فعلا. هو قال لك هتصرف وما تصرفش، اختك منهاره، هنعمل ايه دلوقتي؟ بابا لما بيوعد بحاجه اكيد بيتصرف، بس انا عايز اكلم حضرتك في موضوع تاني خالص. موضوع ايه؟ صحيح اللي انا سمعته ده؟ سمعت ايه؟ ان بابا ادى منال 10 فدادين من ارض المنصوره نصيبها في الميراث. ميراث؟ انا اسف، قصدي يعني الارض اللي ورثها بابا عن جد الله يرحمه، واللي كلنا لينا فيها نصيب، ده طبعا بعد عمر طويل ان شاء الله. ايوه ده، وهو ده سبب زعلي معاه. اللي عملته منال ده عين العقل، اتصرفت صح، حطت فلوس الارض في حاجه بتجيب ايراد. يا ريت بابا يوافق ان انا كمان ابيع نصيبي. نصيب ايه اللي تبيعه؟ انتوا عايزين تورثوا ابوك وهو عايش. ما انا يا ماما لازم اتصرف، لازم اعمل مشروع لنفسي، مفيش طريق تاني، مفيش حد عاوز يوظفني عنده. حكايه جلوريا دي هتضيع مستقبلي. والله انتوا حرين بقى، الارض ارض ابوك وانتوا حرين وياه. الاصلاح الزراعي خد جزء من ارض جدكوا وانتوا هتخلصوا على الباقي. يا ماما انا عايز حضرتك تكوني راضية عني، رضاكي عني ده هو اهم شيء في الدنيا. مامي مامي تعالى. بقول لك ايه يا ماما، انا خارجه عاوزه العربيه. خارجه رايحه فين؟ هلف شويه على المحلات. لوحدك؟ ايوه يا مامي. في ايه يعني حبيبتي؟ انت عمرك ما خرجتي لوحدك، اجي معاكي؟ لا قصدي يعني اقول لك ان المفروض من هنا ورايحه ابقى اعتمد على نفسي. طيب يا حبيبتي روحي، بس خدي بالك من نفسك. شكرا يا مامي، على فكره جميله نايمه بيخلي بالك منها لما تصحى، ورضعتها في الثلاجه ابقى اديها لها لو جعت. حاضر. انا مش عارفه ازاي البنت دي محتمله الموقف بتاع جوزها ده، في مواقف اقل من كده بكتير وكانت بتنهار. هي لحد دلوقتي مش مصدقاني، مش مصدقه ان جلال اتجوز عليها،
عارفه حضرتك من يوم الحكايه ياها وهي ما بتكلمنيش. يا رب تفضل مش مصدقه على طول. لحسن دي لو صدقت مش عارفه ممكن يحصل لها ايه. كده اهو بقى رفعت لها دعوه. ماشي اللي تشوفه اهي المحاكم بينا وانا وانت والزمن طويل. رشاد بلغ النيابه رفعوا لها دعوه بيطالبوا فيها بحق هند من ميراث ابوها وبيتهموني انا بالتزوير واستلائي على نصيبها في الميراث. طب والعمل ايه دلوقتي؟ البت دي لازم تختفي من الوجود. تختفي؟ تختفي يعني ايه؟ وهي الناس بتختفي ازاي؟ انت بتقولي ايه؟ وساعتها هيطلع نقبه على شونة والدعوه هتترفض. ازاي؟ هند اتولدت بره مصر وايدوها في دفتر المواليد باسم مهتاب وفضلت عايشه مع امها ولما الام ماتت اوراقها كلها فضلت هناك ولما انا اتجوزت ابوها وجابها لي وهي طفله قال لي ان شهاده ميلادها مفقوده ولازم نطلع لها بدل فائت. قلت له طب ما بلاش اسم مهتاب ده ونسميها هند وعانها ورحت مطلعه لها شهاده ميلاد بدل فائت بس في خانه الاب ما كتبتش اسم الاب الحقيقي كتبت محسن الدرويش مع ان اسم ابوها الحقيقي محسن درويش من غير الالف ولا اللام وده طبعا عند الحكومه يفرق كتير. يعني انت كان عندك نيه التزوير من الاول وعانها وسافرت بره وجبت شهاده الميلاد الاصليه وخليتها معايا يعني من باب الاحتياط وانا دلوقتي اقدر اطعن في البلاغ اللي قدمه فيا الدكتور رشاد واثبت انها مش بنت المرحوم وان بنته الحقيقيه واحده تانية اسمها مهتاب اللي شهاده ميلادها معايا وماتت قبل ابوها ما يموت. طب وهتجيب منين شهاده الوفاه؟ بلاش منها شهاده الوفاه كفايه ان انا اوري لهم شهاده الميلاد الحقيقيه اللي مكتوب فيها بنت المرحوم جوزي ما اسمهاش هند اسمها مهتاب والشهاده الاصليه اقوى بكتير من بدل فائد ولما يبحثوا ويدوروا عن مهتاب دي مش ممكن يلاقوها. اما هند فدي انسانه مدعيه عايزه تورث ميراث ما هوش ميراث ابوها. امال عايزه تتخلصي منها ليه؟ اهو من باب الاحتياط محدش عارف رشاد ده ممكن يعمل ايه. يا سلام تتخلصي من واحده من باب الاحتياط. قالوا ايه في الامثال الاحتياط واجب. بالمناسبه يا جلال انت اللي هتقوم بالمهمه دي وهكافئك بمبلغ ما كنتش تحلم بيه ونسيب بعض وكل واحد منا يمشي في طريق وانت بقى تبتدي حياتك بالمكافاه اللي انا هكافئك بيها. تكافئيني؟ تكافئيني على ايه؟ انا ماشي. اه يا جبان انت ايه اللي جابك هنا؟ انت بتجسس عليا؟ جلال قول لي انت فعلا اللي اتجوزت انت دريه؟ انا مش قادره اصدق كلام توفيق لاني حقيقي واثقه فيك. قول لي يا جلال اتجوزت انت دريه؟ انت اكيد جرى عقلك حاجه، ما انت طول عمرك مجنونه. مجنونه لاني بحبك يا جلال. بس انا بقى ما بحبكيش، افهميها بقى، انا عمري ما حبيتك، ممكن تمشي من قدامي؟ مش هسيبك يا جلال، لانك مش عارف مصلحتك فين. انت بتقول كده بس عشان زعلان من توفيق مش كده؟ انا لا زعلان منك ولا زعلان من توفيق، انا زعلان من نفسي، زعلان من الزمن اللي عمل فيا كده. انا مصلحش لاي حاجه، مصلحش لاي حاجه خالص. لا يا جلال لا ما تقولش على نفسك كده، كل الموضوع انك فهمت الحياه غلط، شايف ناس بترتكب الخطا وبتوصل لكن مش هي دي الحقيقه، مش هي دي الحياه يا جلال. الدنيا لسه بخير، لسه في ناس طيبين. يلا يا جلال يلا يا حبيبي. انت جاي تديني درس في الاخلاق وفي الشارع كمان؟ امشي من وشي، انت طالع طالع طالع. حالك يا حبيبي، اخوكي جاي بحالك. توفيق. ايه يا ماما في ايه؟ نهى بتقول مش قادره تسوق، روحتها من قدام بيت دريه، الظاهر راحت تشوف جلال. ايه ده؟ تروح له عند الدرية؟ مش وقت، روح الحق اختك اوام. خلاص بقيتي تملكي المصنع كله يا منال، حققتي اللي انت عايزاه،
مش ده اللي كنت بتحلمي بيه؟ مش ده اللي كنت عايزاه؟ امال مش سعيدة ليه؟ مش سعيدة ليه؟ انت حكايتك ايه بالظبط؟ تاني مرة اظبطك في المصنع بالليل. انا كنت جاي افتش على المكتب. يا سلام، وهي دي شغلتك؟ لا، ما حضرتك من ساعة ما خدت الوسطى مرزوق مدير لمكتبك هو ما عادش فاضي يجي يفتش على المكتب. حد كلفك بكده؟ اتفضل قدامي من غير ما ترد. بكرة الصبح تروح شؤون العاملين تاخد مستحقاتك. انت مرفوض. مرفوض؟ دي آخرة المتمة يا أستاذة منال. ماشي، بس قبل ما امشي عايز أقولك كلمتين إنسانية مني برضو، زي ما كنت إنسان معاكي في كل المواقف. أنت ما كنتش إنسان، أنت كنت إنسان مستفيد من كل المواقف. ما حضرتك برضو استفدتي، يعني زي ما تقولي كده فيد واستفيد. ما أنت النهاردة هتفيد وتستفيد، وبكرة هتستفيد. بس أنا أصلي ما أحبش اللي يصطاد في المياه العكرة، ما أحبش الشخص اللي قلعه بان. طيب يا أستاذة منال، سيبيني أقولك الكلمتين اللي أنا عايز أقوله من باب الإنسانية. ست فايزة تعيش أنتي. إيه؟ ماتت؟ ماتت في الغربة يا حسرة. وعبد القادر فين دلوقتي؟ لسه معاها هناك، بيخلص بقية الأوراق والإجراءات. ست انشراح صاحبتها حكيت لي كل حاجة. شفت بقى ازاي انا انسان وابو الانسانية كمان. واجب عليك يا استاذة لما يرجع تخليه يرجع بيته. انسي كل حاجة، ما تشيليش في قلبك من ناحيته اي حاجة. انت جدع غلبان، صدقيني غلبان قوي، عامل فيها شاطر وهو اغلب من الغلب كمان. اتفضلي قدامي يا هانم. حصل ايه ده؟ حصل ايه توفيق؟ البنت دي اكيد مجنونة، ازاي تروح له برجليها؟ بتحب يا ابني بتحب. بس انت لما تحب بتضحي بحاجات كتير، بتضحي بكرامتها حتى لو سابها وساب البيت. ايوه، بس ازاي تحب شخص زي ده؟ كان عندها امل تصلحه، تغرس فيه القيم والاخلاق اللي اتعلمتها هنا في البيت. يبقى اكيد بتحلم. في ناس كتيرة قوي صعب يصلحها. ايوه كده تبقى زي القمر، عشان بابي لما يجي يلاقيك قمر كده وشيك. حبيبي يا طارق، بتحب مامي منال؟ يا حبيب قلبي، وانا بحبك قوي. شوفي مين يا محاسن. حاضر. اهلا، ازاي حضرتك يا بيه؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا محاسن؟ وحشتني قوي. عامل ايه يا حبيبي؟ عامل ايه؟ مع ماما من ايه؟ البقية في حياتك يا عبد القادر، البركة فيك. أمر الله، أمر الله يا منال، بإيدينا ايه؟ بعدين يا حبيبتي، معقول كده يا نوع هتفضلي قاعدة لوحدك على طول؟ لو كنت بتحبي ماما صحيح تنسي كل اللي فات وما تفكريش غير في نفسك وبنتك وبس. بنتك محتاجالك، وجلال ما يستاهلش.
انت عارفه ان هو ودريه بيستعدوا للسفر دلوقتي؟ عايزه تهرب. بكل جبروتها ما قدرتش تبرأ نفسها من التهم اللي موجهها لها الدكتور رشاد. هند وقفت مع الدكتور رشاد وقفه عظيمه. تصوري البنت دي كانت فاهمه وحاسه كل اللي بيحصل حواليها، بس مش عارفه تعمل ايه. بنت في منتهى الذكاء. يلا يلا قومي. مش كنت اشتغلت معايا كان احسن لك؟ مش عارف يا جمال، مش عارف ايه اللي غيرها من ناحيتي وخلاها تقول لي اتفضل خد مستحقاتك من شؤون العاملين. انت من النهارده ما بقتش على ذمه المصنع. اكيد حد بيغير منك ملأ قلبها ناحيتك بعد كل اللي عملته علشانها تطردني وترفض كمان تديني شهاده خبره. خلاص مفيش قدامك غير انك تيجي تشتغل معايا. ابعد عني جمال. جمال انا مش ناقصك السعاده. طب تحب اتوسط لك عندها؟ مش هترضى حتى تسمح لك تقابلها، دي ست قويه. طب بقول لك ايه، تحب اروح اقابل الست مشيره هانم واشرح لها الموضوع واخليها اتكلمها، ولا بقول لك طب ما تيجي معايا، دي ست طيبه ولا يمكن هتكسر لا بخاطرك ولا بخاطري. قلت ايه؟ على رايك والله فكره. خلاص بكره نطلع على الفيلا. يا جماعه الست هانم مش قالت لك قبل كده ما تجيش معاك السلاح ده؟ انت جدع بتهرب ولا ايه؟ يلا سيبه في الركن ده، سيبه. اسيبه ازاي؟ ما انا لو سبته هنا ممكن يتسرق. بقول لك سيبه، الدار امان، ما تخافش عليه. ولا انت مش عايزها تدخلنا يعني؟ ما تعدي الزياره دي بقى على خير واعمل معروف. ما هو ايه؟ يلا سيب السلاح هنا في الركن ده. يلا بينا، يلا. ورقة الطلاق هتوصل لها بكرة إن شاء الله بعد ما أكون سافرت أنا ودرية هانم. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم.
يا ليلى مش فايتة. الو هيا توفيق. اهلا يا ابا. ايه بتقول ايه؟ الله الله، وهي فين دلوقتي؟ طيب انا جاي حالا. انا بنتي اتقبض عليها ليه؟ دي ما كانتش تقصد. هي قالت ما كانتش تقصد يقبض عليها ليه؟ ما هو ماما اعترافها ده اعتراف ضمني ان هي اللي قتلته بقصد بقى ومن غير قصد، مش دي المشكله. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ حد يقول لي اعمل ايه يا ربي اعمل ايه؟ بابي زمانه جاي يا مامي، واكيد اول ما يجي هيتصرف. لو كان ابوكوا معانا، لو كان قاعد هنا، ما كانش ده كله حصل. ماما هي مش راضيه تتكلم ولا تقول السلاح ده جابته منين. ما هو المشكله يا ماما، المشكله مش ان السلاح راح فين، البوليس راح وفتش في كل حته وبعد كده ما لقاش اي حاجه، كان واحد ادالها السلاح ده وقال لها اضربي وبعد كده اخذ منها السلاح ومشي. ابني يا هاني، ابني فين يا بنت؟ اطمن يا حاج، ابنك بخير في غرفة خمسة. ابني حبيبي، ابني عامل ايه؟ ابني اوعى، ابني اعطيني على السلامة يا ابني. دي جريمة مع سبق اليسار والتراسل، طبعا كانت تقصد تقتله. مين حضرتك يا ست هاني؟ انا مراته. ها؟ مراته؟ ايوه مراته. يا ترى نقدر ناخد اخباره دلوقتي؟ حالته تعبانه قوي، ما تسمحش بالكلام دلوقتي، بكره ان شاء الله. افتح محضر وخد اقوال الست مراتك. وانا هقول على كل حاجه يا سعاده البيت. روحي يا حبيبتي. اتكلمي يا حبيبتي، عملتي كده ازاي؟ اتكلمي يا حبيبتي. ما كانش قصدي يا بابي، ما كانش قصدي. مش هتقولي لنا بقى يا نوع الحادثه دي حصلت ازاي؟ والسلاح جبتيه منين؟ معرفش، مش فاكره. المهم ازاي حاله المصاب دلوقتي؟ في المستشفى، واستخرجوا له رصاصه من جسمه. الحمد لله. المشكله دلوقتي ان احنا مش عارفين السلاح المستخدم في الحادث راح فين، ده اختفى خالص. واديك زي ما انت شايف، مش عايزه تتكلم ولا تقول اي حاجه. اتكلمي يا نهى. اتكلمي يا حبيبتي. عشان خاطري يا حبيبتي اتكلمي. هو السبب، ابوكي هو السبب. لو كان وقف جنب جلال وعمل له اللي هو عايزه ما كانش ده كله حصل. اللي كان طالبه جلال ده شيء صعب جدا. يحاول يساعده مش يسيبه كده للضياع. اصل بقى جت بيه فين من الاول ان جلال دوت صعب اتعامل معاه. وبنتي ذنبها ايه تترمي كده في السجن مع المجرمين والقتله وابوها ما يعملش اي حاجه؟ طب يحاول يقنع المسؤولين انها بريئه، يجيب شهود يقولوا ان مش هي اللي ضربته ما دام ما لقوش السلاح معاها. يا مامي كل ده هيبان في التحقيق. والحد ده ما يبان بقى هيفضل الحال على ما هو عليه. حرام عليكم، دي بنت بريئه مش ممكن تعمل حاجه زي دي. كل ذنبها انها حبت وحبت من كل قلبها. واساءت الاختيار يا مامي، يا ما قلنا لها ما سمعتش الكلام. وعشان اساءت الاختيار يسيبها ما يسالش فيها؟ ابدا يا مشير هاني، ربنا هو بس اللي يعلم قد ايه الحزن اللي حاسس بيه بهجت بيه. طب يتصرف، يعمل اي حاجه. اصل موقفه صعب جدا، ده قاضي ودي بنته. هو كان ممكن يفرجوا عنها بكفاله لولا شهاده الشهود، شهاده جلال ودريه هانم بانها حاولت تقتله فعلا بعد ما عرفت انه جوز عليها. يعني مفيش حل. معقول؟ انا مش قادره اصدق ابوه هيسيبنا في اللي احنا فيه ويقعد في مصر. لا، انا بعد اللي حصل ده لا يمكن هقعد معاه دقيقه واحده. معالي السيد وزير العدل، نظرا للظروف العائلية التي أمر بها
وتجنبا للحرج الذي قد يشعر به زملاء الأفاضل من القضاة الذين سوف يتولون الحكم على ابنتي إما بالبراءة أو بالإدانة، أتشرف بالتقدم لسيادتكم بطلب قبول استقالتي من منصبي اعتبارا من اليوم، وتفضلوا معاليكم بقبول عظيم الاحترام مستشار بهجة الأنصار. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا ابني؟ طمنيني على نهى. الحمد لله بيقولوا انها كويسة ومتماسكة، مش عايزة تتكلم خالص عن ظروف الحادثة، بتقول انها مش فاكرة حاجة. طب مش كان واجب تروحي تطمني عليها وتزوريها بنفسك؟ كان صعب يا عبد القادر، ما اقدرش اسيب طارق لوحده، النهاردة اجازة المربية، وكمان ما اقدرش اشوف اختي وهي بالحالة دي. اصيلة يا منال، اصيلة، مش تربيت البيت اصل. الحياة علمتني أهم حاجة النشأة، التربية، مش مهم الفلوس قد إيه، لكن المهم اتربيت فيها. كلامك مظبوط يا عبد القادر. أنا يا حبيبتي مش عايزين نحلم طارق من حاجة، مش عايزين نطلع محروم ونبص اللي في إيد غيره زي الأستاذ جلال. كمان مش لازم نديله كل حاجة وندلعه، أديك شايف الدلع عمل إيه في نهو أختي منال. تصدقيني لو قلتلك إن أنا ساعات كتير بحتار في أمرك، أحيانا بحس إنك إنسانة في منتهى الطيبة ومنتهى الحنان، وساعات بحس إنك إني إنسانة مادية ما يهمهاش غير مصلحتها بس. ده مش صحيح، أنا لما اتجوز لك يا عبد القادر كان قلبي كله حب ناحيتك، كان عندي رغبة أني أقف جنبك وأساعدك وأنت بتبني مستقبلك وأبقى مجرد زوجة لراجل ناجح، سعادتك من سعادتي ونجاحك من نجاحي. لكن للأسف أنت ما حافظتش على الحب ده، اكتشفت فجأة أنك بتخوني وتجوزت عليا، الحب الكبير ده تحول لشيء مختلف. كراهية مش كده؟ لا يا عبد القادر، أنا عمري ما كرهتك ولا هكرهك في يوم من الأيام، الكراهية ضعف وغباء وأنا عمري ما كنت ضعيفة ولا غبية، لكن الحب عندي تحول لرغبة قوية إن أقف على رجلي وأبني مستقبلي لوحدي عشان أثبت لك مش أنا اللي يتعامل فيها كده. ونجحتي وعرفت قيمتك ومستعدة أبصم على كده بصعابي العشرة. كان قدامي طريقين، يا إما أسيب نفسي لمشاعري وعواطفي وأدمر نفسي، يا إما أدوس على مشاعري وأتصرف بعقلي. حطيت قدامي هدف واحد، اني لازم احول طاقة الحب اللي جوايا لطاقة تبني وتعمر ما تهدمش. والمصنع اكبر شايل على كده، المصنع اللي بقى كله ملكك. ما تقولش كده يا عبد القادر، المصنع ده ملكك وملكي، ملك طارق ابنك. منال ربنا يقدرني وارده لو جزء بسيط من جمالك. ما تسميهاش جمال يا عبد القادر، ده حب. أنا كل كان بيحركني حب، صدقني والله. أختك فين يا توفيق؟ أختك فين؟ بابا راح لها نيابة وطمن عليها. اطمن عليها؟ يسيب البنت مرمية في السجن ويقول اطمنت عليها؟ على فكرة بقى، بابا النهاردة قدم استقالته عشان ما يسببش أي إحراج لزمايله. هو ده اللي قدر عليه؟ واحد غيره كان عمل المستحيل عشان يفرجوا عنه، لكن هو كده طول عمره كده، مش غريب عليه. انا مش ممكن اقعد معاه ولا دقيقه واحده، انا لازم اتطلق. قولوا له، قولي يا منيره، قولي يا فؤاد يطلعني. اهدي يا شوشو دلوقتي وبعدين نشوف. اهدي بس يا حبيبتي، اهدي، ما تعمليش في نفسك كده، انت عارفه البنت مريضه، ذنبه ايه بس؟ بهدي، مش قادره وانت مش قادره اقعد في البيت ده ولا ثانيه. خديني معاك يا منيره، قعديني عندك، ما تسيبنيش. هلا يا حبيبتي، هلا، اهدي بس، ما تعمليش في نفسك كده، يروح قلبي. هتقعدي عندي زي ما انت عايزه لغايه اعصابك ما تاني. يلا تعالوا
ما عندكيش فكرة خبر استقالة بهجت بيه عمل ايه عندنا في الوزارة؟ هو كده الانسان اللي عنده مبادئ الناس كلها تتعاطف معاه تقف جنبه، وبهجت بيه بقى انسان جدير بكل احترام. المحامين هنا في اسكندرية شكلوا لجنة للدفاع عنه، واظن ده خبر يهمك يا مشيرة هانم. ايوه بس هندفع منين ده كله؟ ده احنا خلاص ما بقاش حلتنا حاجة، يدوب مرتبي ومرتبه. اللي انا سمعته ان هم متطوعين للدفاع عنها بدون مقابل. بدون مقابل؟ مستغربة ليه يا مشيرة؟ المستشار بهجت الانصاري طول عمره انسان نزيه وشريف. هو انا صحيح زعلانة منه، لكن الحق يتقال، بهجت طول عمره مكرس حياته لخدمة الناس وخدمة العدالة. يلا يا فردوس هات الشنطة من جوه. استني عشان تتحركي. ايه ده؟ شوفي مين اللي جاينا دلوقتي. اتحركي شوفي مين. يلا دلوقتي. عايز ايه؟ على فين يا دكتور؟ على اي دهي، على اي مصيبة. عايزة تهربي بعد ما ضيقوا عليك الخناق؟ مش هتلحقي تهربي. شهادة ميلاد البنت اللي انت سافرت جبتها من بره واللي كانت السبب في كشف الموضوع خلت التهمة ثابتة عليكي، والنيابة مش هتسيبك. رشاد انا بقولك اهو ابعد عن طريقي. انزل بالشنطة. المعركة اللي بيني وبينك لسه ما انتهتش يا رشاد. لا انتهت يا دبي هانم. انتهت وانا بلغت النيابة، والنيابة بلغت المطار، والمسؤولين في المطار هيقبضوا عليكي ومش هيسيبوكي. انا وانت والزمن طويل. ابعد عن طريقي. مش هتسافري يا دبي. هتتبهدلي. على فكرة يا هند، أنا جبت تقارير طبية من المستشفى اللي كانت بتتعالج فيها نهى. التقارير دي بتفيد إنها كانت بتتعالج من حالات نفسية من وقت للتاني. متهيألي ممكن تخفف عنها الحكم. وأنا كمان مستعد أشهد إنها كانت بتتعالج معايا في نفس العنبر اللي كنت بتعالج فيه، في السرير اللي جنبي كمان. أنتِ ملاك يا هند، حقيقي ملاك. ما هي تابنا من فضلك يا توفيق. مش ده اسمي الحقيقي الموجود في شهادة الميلاد الأصلية مش المزورة، وده اللي كشفه التحقيق في قضية إعلام الوراثة لما دكتور رشاد سافر بره وجاب الشهادة الأصلية. هند مهتاب ما يفرقش عندي، المهم إنك ملاك. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا توفيق على كل اللي عملته معايا أنت والدكتور رشاد. أنت فعلا الإنسان اللي كنت بدور عليه طول حياتي. أنا كمان ربنا عوضني بيكي عندي، وعوضني كمان عن العذاب اللي أنا شفته في حياتي. يا ريتني كنت قابلتك من زمان. وان شاء الله قضيه الميراث تنتهي لصالحي ويحكموا لي بحقي في تركه بابا بعد ما دريه هانم ثبتت عليها تهمه التزوير. تصور كانت عايزه تهرب وتسيب البلد، لكن مسكوها في المطار في اخر لحظه. لا يصح الا الصحيح. شوفي هي فين دلوقتي وجلال فين، والمسكينه نهى اللي كانت ضحيتهم هما الاثنين ايه اللي حصل لها. صحيح يا توفيق، هي نهى قضيتها امتى؟ الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. ربنا معاها وتطلع براءة إن شاء الله. أنا حاسة يا توفيق إنها هتطلع براءة. مش هنروح نشهد في النيابة يا عواد. مين اللي يشهد يا جمال؟ أنا ولا أنت؟ هو السلاح ده بتاع مين؟ مش سلاحك وأنت اللي أخدته بعد الحادثة وهربت؟ أيوة بس أنت اللي شرط عليا إن أنا أسيبه عند عتبة الباب. روح اشهد يا جمال. حرام نسيب البنت البريئة دي وإحنا قاعدين ساكتين. خلاص وتيجي أنت كمان تشهد معايا. ده أقل شيء ممكن نقدمه البهجة دي وإحنا لحم كتفنا من خير. أيوة والله. عندك حق. كفايه ان احنا خدنا ارضه باقل سعر، كفايه ان احنا اخدنا حقه طول السنين اللي فاتت في الارض الزراعيه، والراجل ولا اتكلم ولا قال اي حاجه. خلاص يلا بينا. افتح المحضر. اسمك؟ عواد محروس عبد الحميد. اسمك؟ جمال ابو سويلم عبد الحميد. اقول بالظبط ايه اللي حصل يوم الحادثه. ارجوك يا نهى، أرجوك احكي على اللي حصل بالظبط. اتكلمي يا نهى، اتكلمي. قولي لنا السلاح ده جبتيه منين يا نهى؟ أرجوك أنا مش عايزة أعيش بعد ما انظلمت في مشاعري وحبي ومبادئي. مش عايزة أعيش. أعيش ليه؟ هتعيش يا نهى، هتعيش عشان بنتك جميلة، عشان تربيها على المبادئ والقيم اللي أنت آمنت بيها. الشر هو الغالب، الشر هو الغالب. أبدا أبدا، بالعكس
هديكي شايفه بابا ثابت على مبادئه ازاي والناس كلها واقفه جنبه. انا مش عايزه اعيش، مش عايزه اعيش. لا يا نوح، بنتك جميله، بنتك جميله هتموت عشانك، دي بتعيط ليل نهار، مين هيربيها؟ جميله خديها ربيها عندك يا رجا، هتربيها احسن مني. بالعكس بقى، الطفل ما يبقاش سعيد غير في حضن امه. نوح اتكلمي يا نوح، دافع عن نفسك انت بريئه، اتكلمي. احكي على كل حاجه، احكي على كل حاجه حصلت بالظبط، وانا متاكد ان هم هيراعوا ظروف الحادثه ما دام انت ما تقصديش انك تقتليه. وبعدين كمل يا جمال. قلت العواد يلا نروح بيت بهجه البيت عشان نسترجى الست هانم الكبيره، تكلم الاستاذه منال انه يرجع شغله تاني في المصنع. جمال كان شايل سلاحه معاه، اصل سعادتك سلاح جمال ده مرخص ودايما ماشي بيه. لما وصلنا عند البيت قلت له يا جمال الست هانم ما بتحبش ندخل عليها ومعانا سلاح، سيبه في الجنينه. وسبته في الجنينه ودخلنا يا بيه. يا دوبك دخلنا من هنا وسمعنا صوت ضرب النار. خرجنا جري وخدت البندقيه وطلعت اجري، وكنت خايف ومسعور قوي ومش عارف اعمل ايه. ليلتها سافرنا على البلد دغري ولا قلناش لحد على اللي حصل، لحد الجرايد ما ابتدت تكتب على الموضوع وان البوليس مش لاقي السلاح اللي استخدم في الحادثه. ما بقيناش عارفين نعمل ايه ولا نتصرف ازاي، لحد النهارده الصبح قلنا لا لازم نروح النيابه ونحكي على كل اللي حصل. هل لديكم اقوال اخرى؟ لا مفيش. وانت يا عواد؟ لا يا بيه، لا مفيش. واقفل المحضر في ساعتي وتاريخي عقب اثبات ما تقدم. مالك يا فؤاد؟ في ايه يا حبيبي؟ لا ابدا مفيش. يمكن عشان المشيرة موجودة معنا في البيت. شعور بتأنيب الضمير. تأنيب الضمير؟ ليه يا فؤاد؟ طول السنين اللي فاتت دي كنت دايما أكد لها مشاعري ناحيتها، كنت أتهز أي فرصة عشان أفهم أن أنا بحبها، وده كان غلط مني. مشيرة دلوقتي مش ملك يا منيرة، مشيرة ليها بيتها وجوزها وأولادها، أفسدت حياتها ودي النتيجة. فؤاد انت خايف من تحمل المسؤولية؟ مسؤولية؟ مسؤولية ايه؟ يعني انها تنفصل عن جوزها وتلجأ لك انت؟ مش خوف من المسؤولية بقدر ما هو شعور بالذنب. ايوه بس مش ممكن ابدا تتراجع دلوقتي. البركه فيك يا منيره، انت اللي لازم تمهدي لها الجو. مشيره لازم ترجع لبيتها وجوزها واولادها. طب وانت يا فؤاد هتقدر يعني تستغنى عنها؟ مهما كانت درجه حبي لها مش المفروض ابدا ان انا افسد العلاقه بينها وبين جوزها. ما كانش المفروض اطلاقا اني انا انساق ورا حبي لها للحد ان حياتها تبقى مستحيله بينها وبين بهجت. بهجت في الظروف دي عمره ما اساء ليا، اساله انا ازاي؟ ارجوك اوعى تعمل اي تصرف يجرح مشاعر المشيره، هي مش ناقصه كفايه اللي هي فيه. انا خلاص اتصرفت يا منيره. بهيره راجعه مصر بعد اسبوع ولا اتنين، واقامتي معاها بره خليتها اتعلقت بيا، وانا ما اخبيش عليكي انا كمان اتعلقت بيها. بهيره اصلح واحده بالنسبه لي. ده خبر يفرحني قوي يا فؤاد، بس من فضلك اوعى تجرح مشاعر مشيره. انا متاكد ان مشاعرها ناحيتي عمرها ما كانت حب، كانت شعور بالاخوه. مشيره كانت بتبحث عن حد يكون سند لها. وانا اوعدك
اني حكون سند لمشيره، مش هتخلى عنها ابدا، عمري ما هتخلى عنها، يمكن دلوقتي اكتر من الاول. محكمة! تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى. نهى بهجة الأنصاري. محمد فرحات المحامي حاضر عن المتهم. سيد عبد المحامي حاضر عن المتهم. تفضل. ممثل النيابة يتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إننا اليوم بصدد قضية بالغة الخطورة، فهي ليست قضية أفراد ولكنها قضية مجتمع بأسره، قضية الأسرة التي هي أساس المجتمع. إن المتهمة التي تقف بيننا اليوم هي سليلة أسرة عريقة ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب، ابنة مدللة. ولمن؟ لرجل قانون مشهود له بالنزاهة والأمانة، وكان إلى وقت قريب يجلس على منصة القضاء ليحكم بين الناس بالعدل. لقد نشأت هذه الابنة المدللة على فرض سيطرتها على والديها وتنفيذ إرادتها بكل الطرق، وقد أصبحت زوجة لابن رجل عصامي مكافح. شاءت الأقدار أن تضعه في طريقها. فماذا حدث؟ لقد أصاب الملل حياتهما الزوجية، وكيف لا يحدث ذلك والابنة المدللة تعاني من الفراغ ولا تجد ما تفعله إلا أن تتلصص على الحياة الخاصة لزوجها. وكانت نتيجة هذا التلصص أنها اكتشفت أن زوجها تزوج من امرأة أخرى، وهذا الأمر يا سادة ليس بجريمة، فهو حق من حقوق الرجل، ولا يستدعي الأمر مطلقا أن تقوم بتهديد زوجها بالقتل كما جاء في شهادة الشهود. هدوء هدوء من فضلكم. يا سيادة الرئيس اعترض. انتظر يا أستاذ لما النيابة تخلص كلامها. اتفضل كمل يا أستاذ. وعندما لا يستجيب المجني عليه لتهديدها تقوم بتنفيذ جريمتها بكل ثبات، وتصوب النيران بندقيتها عليه قاصدة قتله مع سبق الإصرار والترصد. أعترض يا سيادة الرئيس، إن قصد النية في هذه القضية لم يتوافر أمام النيابة، وشهادة المدعوان جمال وعواد تؤكد أن السلاح سلاح جمال بسويلم، وأن استخدام المتهمة له كان بقصد له. لقد تجاوز الدفاع حدوده يا سيادة الرئيس، وتعدى على سلطة المحكمة والقضاء وأصدر حكمه. هدوء هدوء من فضلكم. اتفضل كمل يا أستاذ. هذه المتهمة التي تقف أمامكم الآن هي نموذج لجيل من الشباب الضائع الذي فشل الأهل والمجتمع في إصلاحه. هدوء من فضلكم. اتفضل كمل يا أستاذ. شباب دائب على ابتزاز الأهل لتحقيق مآربه على حساب القيم والشرف والمبادئ، شباب استغل عاطفة الأبوة لتحقيق مطالبه، ولقد حقق والد المتهمة لها كل ما أرادت، ومع ذلك فهي لم ترعى الجميل ولم تشكر الأقدار التي منحتها الكثير وجعلتها تنشأ في هذه الأسرة العريقة التي هيأت لها حياة رغدة كريمة. اسمح لعدالة المحكمة بكلمة. اتفضل يا أستاذ. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، السادة الكرام، اسمحوا لي بكلمة مختصرة ليست دفاعا عن ابنتي، فهي اليوم بين يدي عدالتكم، ولكنه نداء وتحذير أوجهه للآباء
من هذه القاعة، ففي زحمة الحياة والسعي وراء الرزق وتحقيق النجاح في العمل، قد يترك بعض الآباء أبناءهم يواجهون الحياة وحدهم دون رعاية أو توجيه، ناسين أو متناسين أن مجتمع اليوم ليس هو مجتمع الأمس حيث الطمأنينة. لقد حاولت بكل ما أملك من جهد أن أنشئ أبنائي التنشئة السليمة. ربما يكون خطأي أنني تركت لهم بعضاً من حرية الاختيار، وكنت واحداً من هؤلاء الذين لم يدركوا أن واقعنا اليوم ليس هو واقعنا بالأمس، وأن حجم المتغيرات حولت البعض إلى عناصر شرسة بليدة مدمرة تريد الحصول على كل شيء بالقوة والعنف، ضاربين عرض الحائط بكل المبادئ والأخلاق والقيم، القيم التي كانت تميز مجتمعنا في الماضي. فإذا ذهبت هذه القيم ضاع الأمان، فكيف والحال كذلك نترك أبناءنا يواجهون الحياة دون رعاية أو توجيه؟ إنني أدق ناقوس الخطر من هذه القاعة بأننا إذا لم نتكاتف جميعا لدرء هذا الخطر المحدق بنا وبأبنائنا فسوف نكون جميعا ضحايا. الأمر يحتاج إلى حل سريع وحاسم على يد متخصصين يبحثون هذه المشكلة ويصفون لنا الحلول. أما إذا تغافلنا عن هذا الخطر فيا ويلنا مما سوف يلحق بنا من دمار. سامحوني إن كنت قد أطلت عليكم، فأنا أواجه محنة مريرة ما كنت أتصور أن أمر بها في يوم من الأيام. وقاكم الله، وقاكم الله منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمح لي سيادة الرئيس أن أغادر القاعة. اتفضل يا أستاذ. أشكرك. شفت سيادتك الكل متعاطف معاك ازاي؟ البنت منهارة فتح منهارة، انا مش عارف اعمل لها ايه، مش عارف اعمل لها. معلش يا فندم، محنة وهتمر بسلام ان شاء الله. المهم دلوقتي الحكم، انا كل اللي يهمني الحكم دلوقتي. تفتكر الحكم هيكون ايه يا فتحي؟ سيادة المستشار، انت صاحب اشهر حكم بالبراءة في قضية قتل خطأ، لما سعادتك حكمت ضميرك وحكمت بست شهور مع وقف التنفيذ طبقا لشهاده الشهود وملابسات النقد. يعني تفتكر الحكم دلوقتي يعني هيبقى ست شهور مع ايقاف التنفيذ؟ ربنا كبير يا فندم، انا امل كبير ان زي سيادتك يعني ما حكمت ضميرك، الساده القضاه اللي جوه برضه يحكموا ضمايرهم ويحكموا في القضيه دي باذن الله. ربنا كريم. بس يعني انا مش متخيل ليه مدام مشيرة ما جاتش ولا يعني جت تسمع للحكم ولا حاجة. مشيرة قبل ما تحكم على نهى حكمت عليا أنا بالإدانة. معقول؟ معقول نهى بنتي تبقى في الظروف دي وأنا قاعدة هنا؟ أنا إيه اللي جرالي؟ أنا لازم أبقى جنبها، لازم أبقى جنبهم كلهم، لازم. حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة نهى بهجة الأنصاري بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ. رفعت الجلسة. الحكم صدر. ألف مبروك يا
ست المستشفى. ايه حكم ايه؟ الست تشهر معاها في التنفيذ. الحمد لله. مبروك يا فتحي بيه. الله يبارك فيك. مبروك يا بابا. الف الف مبروك. مبروك مبروك يا سياده المستشار. مبروك. الله يبارك فيك يا فتحي. الله يبارك. متشكر قوي يا استاذ، متشكر قوي قوي. كلمتك انت اللي كانت عظيمه يا استاذ. خمس دقايق اخلص الاجراءات اللي انسى نورها. اتفضل. الحمد لله يا بابا. الحمد لله. الحمد لله. يلا بينا. نوحة 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 يا بنتي. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. كنت هتجنن عليك. الله يسلمك. ايه يا بابي ما بتسلمش على مامي ليه؟ انتوا ليه بعاد عن بعض؟ بابي هو اللي بعد عننا كلنا. انا ما بعدتش يا مشيرة ولا حاجة. الظاهر كان لازم تحصل حاجة زي كده عشان نقرب من بعض أكتر. يا قمر عاشق مدار وسماه الواسعة دار، خليك ماشي في طريقنا واهدينا للمسار. بالحب والاختيار، بالحب والاختيار. خليك يا قمر معانا، نور روحنا وسمانا، تايهين واللي الرمانة في بحور ملهاش قرار، تايهين واللي الرمانة في بحور ملهاش قرار، في بحور ملهاش قرار. يا قمر عاشق مداره وسماه الواسعة داره، خليك ماشي طريقنا واهدينا للمسار. بالحب والاختيار، بالحب والاختيار. امسك يا قمر ايدينا واحضن بالنور عينينا، طال الطريق علينا وضباب الخوف جدار، طال الطريق علينا وضباب الخوف دار، وضباب الخوف دار. يا قمر عاشق مداره وسماه الواسعة دار، خليك ماشي في طريقنا واهدينا للمسار. بالحب والاختيار، بالحب والاختيار، بالحب والاختيار، بالحب والاختيار، بالحب والاختيار.